مرحبا بكم في قناة ميلينا ديليس. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا في الصورة عندنا بيتزا منزلية بطريقة سهلة جدا ومبسطة بمقادير مضبوطة وبدون دلك ولا عجن ولا غير تلموا لاباط وديروا البيتزا تاعكم. الى عجبتكم هذه الوصفة ولا هذه البيتزا ادخلوا معايا للقناة وشوفوا المقادير وكيفية التحضير. المقادير تاعنا كالتالي: عندي هنايا 700 غرام تاع الفرينه، عندي هنايا مغرفه تاع السكر، نص مغرفه كبيره تاع السكر، عندي هنا الملح، انا دايره مغرفه صغيره معمره تاع ملح، عندي هنا زوج مغارف تاع الماكله الخماره تاع الخبز، وعندي هنايا تاني زوج مغارف، انا دايره هنا ثلاثه مغارف تاع زيت زيتون، تقدروا ديروا زوج مغارف فقط. وعندنا الماء هنايا راني مدفيه تاع شويه، مانيش ما تسخنوش بزاف، دفوه ابوبري هكا 400 ملل، ونشوفوا على حساب الفرينه. يلا نبداو على بركه الله. نحط السكر تاعي ونحط الخماره تاعي حدا السكر، ونزيد هنا الملح هكذا، نخلط النواشف هكذا، ونزيد هذوك 3 مغارف، انا ندير هنا 3 مغارف زيت زيتون، اللي يبغي يدير غير زوج مغارف يدير زوج مغارف، ولا اللي يبغي يدير زيت نباتيه ثاني يدير زيت نباتيه، ما كاش مشكل. نحركوا هكذا كما قلت لكم، هذه البيتزا ما تنعجن ما تدلك ما والو، خلطوا كل شيء هكذا بلا كويير، لموها بيديكم وخلوها ترتاح حتى تخمر لكم وبدو تخدموا فيها وتجيكم ما شاء الله كروستيونت كيما تاع برا، طريه كروستيونت اون ميم طون، فوزالي فواغ. لي يجربها يقول لي في الكومونتير كيفاش خرجت له. بون هنايا غادي نستعمل اليد تاعي فوالا، ونبدا ندير في الماء فوالا فوالا هكذا، ونبدا نلم كما قال لك، نطم في الفرينه. وهنا على حساب الفرينه، كاين فرينه اللي تشرب بزاف الليكيد وكاين فرينه اللي ما تشربش، نتوما عينكم ميزانكم، كي تتلم لكم لاباط صاي حبسوا الماء. انا هنا مانيش نعجن، اني غير نلم في الفرينه هكا. هيا نلم لاباط هكذا، شوفوا انا في 400 مليليتر بقالي هاد شويه تاع الماء فقط، غير شويه هكذا، قد زوج مغارف هكذا تاع الماء. لاباط تاعنا بعد ما خليتها خمرت، ديغازيها لنا هكذا، نقلعها شويه الخميره تاعها فوالا. هيا انا غادي نجيب الباكي سيلفيريزي نديرها هنا هكذا، وغادي نحكم شويه، غادي وحده نديرها مدوره والاخرين نديرهم ندير فسني كبير هكذا فاميليال. غادي نجيب لو غولو تاعي، فانا جبت هاد لو غولو هكذا باش ما تغدنيش، ونديرها على شكل دائري. الباقي غادي نديره كما قلت لكم في سني كاري لكل العائلة، تبغوا ديروا هكذا بليزيوغ ديروا بليزيوغ تاني هكذا فوالا. رقوها باسكو في الفور غادي تزيد تنتفخ لكم شويه بالحراره فوالا.
هنا غنسكرها شويه هكا باش تجيني كامله ندورها هكا. نجيب اون كويير هكا. انا هنا عندي لاصوص طوماط، ها هي عندي واجده لاصوص طوماط شوالا. انا زدت فيها شويه البازيليك يعني الحبق كان عندي مجفف، زدته فيها باش تعطينا هذيك البنه تاع البنه تاع ندير لها شويه صلصه هكذا. والصلصه تاع البيتزا راهي معروفه، كل واحد يعرف كيفاش يديرها، وكاين اللي تكون واجده. هذوك الواجدين ديروا لهم شويه زعتر شويه البازيليك الحبق مجفف، تعطيكم بوش باب في البيتزا هكذا. فوالا ما تقلهاش، انا نبغيها بزاف فيها لاصوص هكذا. ايوا والمكونات تاع البيتزا كل واحد كيفاش يبغي. انا غادي نديرها بالطون، هادي غادي نديرها بالطون هكذا. كاين اللي يديرها بالكفته ولا بالدجاج ولا بالمرقاز كيما نتوما تحبوا. هادي بيتزا غادي نديرها اوطون، صافي غادي ندير لها بزاف لو طون. دونك فوالا، انا هنايا عندي الفلفله خضراء اللي مقصتها هكذا نشبح بها هكذا البيتزا تاعي. فوالا عندي هنا تاني شويه بصل، ديروا لها البصل تجيكم شابه بزاف، قطعتهم الى شرائح رقيقه هكذا. اللي عندها المايس تاني نجم يديرها يديرها المايس سكو فو فولي فاصون، ديروا واش تحبوا. هذه البيتزا نتوما اللي غادي تاكلوها، وكل واحد يدير واش يحب. فوالا انا هنا عندي زيتون هذا الخضر، اللي عنده زيتون كحل يدير زيتون كحل، يخرج غايه مع البيتزا. سي افو دو فوار دو فاصون، كل واحد يدير واش يحب. لا ننسو لو فرماج تاعنا، فوالا وان الفور تاعي راه مشعول على 180 درجه. البيتزا الا قالها الفور يكون حامي بزاف، الا يكون الفور بارد ما تخرج لكمش بيتزا شابه. دونك الا تحموه اون افونس فوالا، وكي يحملكم الفور ادخلوه. وانا هذه غادي نرفدها، غادي نحطها في السني تاعي وندخلها الفور نخليها طيب. كي تبان البيتزا كي طيب، كي تشوف تشوفوا الحواشي تاعها صاير داو حمارو، تخرجوا البيتزا تاعكم وتقصوها. البيتزا تاعنا بعد اللي طابت خرجتها من الفور، شوفوا كي خرجت ما شاء الله. قلت لكم ديروها رقيقه باش في الفور تاني تزيد تطلع لكم شويه. غادي نقص لكم هكذا باش تشوفوا. فوالا تخرج ما شاء الله بيتزا رائعه، شوفوا خفيفه وشابه كيما تاع المحلات. شوفوا فوالا، نتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش تبارطاجوا مع الاحباب والاصدقاء باش يوصلكم كل جديد ويوصل الاصدقاء تاعكم كل جديد من قناه ميلينا ديليس. نشكركم بزاف على المشاركه، على الاشتراك تاعكم، على التعليق تاعكم الزوينه اللي تدخل ديريكتومون في القلب تاعي وتشجعني باش ندير لكم وصفات اخرى جديده. ما بقى لي غير نقول لكم
إلى اللقاء في وصفة أخرى من وصفات ميلينا ديليس. مع السلامة.